بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق أجمعين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي أحبابي متابعي القناة، اليوم سوف نعرض عليكم أهم تفسيرات ودلالات رؤيا الفراولة في المنام، سواء كان في منام الفتاة العزباء أو السيدة المتزوجة وأيضا الحامل. والبدء مع أهم تفسيرات ودلالات رؤية الفراولة في منام الفتاة العزباء. رؤية الفراولة في منام الفتاة العزباء لها دلالات ومعاني ورموز مختلفة ومتعددة، ومن أهم تلك المعاني والرموز إن الفتاة التي ترى في منامها الفراولة هي فتاة محظوظة، لأن التفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ويدل إن تلك الفتاة سوف تستطيع تحقيق العديد من الطموحات والأهداف التي تسعى إليها وتنوي بها. وأيضا من تفسيرات ودلالات رؤية الفراولة في منام الفتاة العزباء إن تلك الرؤية تكون دلالة وإشارة على قرب زواج تلك الفتاة، وأيضا رغبة تلك الفتاة في إقامة علاقة عاطفية، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا مرات الفتاة العزباء في منامها الفراولة وكانت الفراولة باللون الأسود، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ويدل إن تلك الفتاة العزباء تعاني من العديد من المشكلات والعقبات التي تقف في طريقها، وأيضا قد تكون رؤية الفراولة السوداء في المنام دلالة وإشارة على الأعداء المقربين من تلك الفتاة، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا مرات الفتاة العزباء في منامها إنها تقوم بإهداء الفراولة لخطبها، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير وينذر تلك الفتاة إن هناك عديد من المشكلات والأمور السيئة التي قد تحدث بينها وبين خطبها، والله أعلم. أما في حالة إذا مرات الفتاة العزباء في منامها إن أحد ما يقدم إليها الفراولة، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يكون من التفسيرات المحمودة، لأن تلك الرؤية بها إشارة وإنذار لصاحبة المنام إن عليها الحذر أكثر وألا تعطي أحد الثقة الكاملة حتى لا تقع فيما لا يحمد عقباه، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا مرات الفتاة العزباء في منامها إنها تقوم بأكل الفراولة وكانت الفراولة في المنام مذاقها أو طعامها حامض، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ويدل إن تلك الفتاة العزباء سوف تقوم بقطع صلتها بأصدقائها قريبا، والله أعلى وأعلم. هكذا نكون قد سردنا عليكم أهم التفسيرات ودلالات وتأويل رؤية الفراولة في منام الفتاة العزباء. أما الآن فسوف نسرد عليكم أهم التفسيرات ودلالات رؤية الفراولة في منام السيدة المتزوجة. والبدء مع رؤية الفراولة في منام السيدة المتزوجة لها دلالات وإشارات متعددة، ومن أهم تلك الدلالات والإشارات إن السيدة المتزوجة التي ترى في منامها الفراولة عليها أن تكون حذرة، لأن رؤية الفراولة في المنام يشير ويدل على العديد من التغيرات التي سوف تحدث في حياة تلك السيدة، لذلك عليها أن تكون حذرة ومتيقظة لتلك التغيرات، وأيضا أن تكون مستعدة لها كثيرا. أما في حالة إذا مرأت السيدة المتزوجة في منامها إنها تمتلك الكثير من الفراولة، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يكون من التفسيرات المحمودة، لأن دلالة تلك الرؤية يشير إن هذه السيدة المتزوجة سوف يكون لها في القريب العاجل العديد من الأموال والرزق الكبير، وأيضا الاستقرار الأسري والعاطفي الذي سوف تتمتع به هذه السيدة المتزوجة. وأيضا في حالة إذا مرأت السيدة المتزوجة في منامها إنها تقوم بشراء الفراولة، فأيضا تلك الرؤية يكون من دلالتها الخير والبركة والرزق الكبير الذي سوف يكون من نصيب هذه السيدة المتزوجة. أما في حالة إذا مرات السيدة المتزوجة نفسها في المنام تقوم بأكل الفراولة، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ويدل إن تلك السيدة تتمتع بقدر كبير من الجمال، وهي سيدة مكتملة الأنوثة، وأيضا أكل الفراولة في المنام يشير ويدل إن تلك السيدة سوف تكون حامل عما قريب، والله أعلى وأعلم. هذه هي أبرز دلالات وتفسيرات رؤية الفراولة في منام السيدة المتزوجة. أما عن تفسيرات ودلالات رؤية الفراولة في منام السيدة الحامل فهي كالآتي: رؤية الفراولة في منام السيدة الحامل لها تفسيرات ودلالات متعددة، ومن أهم تلك التفسيرات والدلالات إن السيدة التي ترى في منامها الفراولة هي سيدة محظوظة،
لأن الفراولة في المنام هي رمز ودلالة على سهولة الولادة والحمل الذي به السيدة، وكذلك تدل أيضا على البركة والخير الكثير الذي سوف تنعم به هذه السيدة بإذن الله. ورؤية الفراولة أيضا تشير إلى الصحة الجيدة التي تتمتع بها السيدة، وأيضا دلالة على سلامة طفلها، والله أعلى وأعلم. أما في حال إذا ما رأت السيدة الحامل في منامها إن زوجها يؤكلها أو يوكلها الفراولة، فتفسير تلك الرؤية هو إن الزوج شديد الحب لزوجته وإنه دائما حريص على سعادتها، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأت السيدة الحامل في منامها إنها تقوم بشراء الفراولة، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ويدل إن تلك السيدة الحامل تفكر كثيرا في أمور لا داعي للتفكير بها، لأن هذا التفكير سوف يرهقها كثيرا ولن يحل أي شيء مما تفكر فيه، لذلك عليها التوقف عن التفكير، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأت السيدة الحامل في منامها إنها تقوم بأكل الفراولة، فإن التفسير ودلالة تلك الرؤية يكون من التفسيرات المحمودة، لأن به إشارة ودلالة على الخير الكثير والرزق الكبير الذي سوف ترزق به هذه السيدة، وأيضا دلالة رؤية أكل الفراولة في المنام يشير ويدل إن تلك السيدة سوف تقوم بإنجاب مولود، وسوف يكون هذا المولود أنثى بإذن الله. وأيضا من تفسيرات ودلالات رؤية أكل الفراولة في المنام هو الاستقرار الذي تتمتع به هذه السيدة والحياة المستقرة. أما في حالة إذا ما رأت السيدة الحامل في منامها، إذا ما رأت السيدة الحامل في منامها الفراولة، فقد يكون رؤية الفراولة دلالات أيضا مختلفة ومتعددة، ومن أهم تلك الدلالات إن السيدة التي ترى الفراولة في منامها هي سيدة يحاول زوجها دائما فعل كل ما يحقق سعادتها ويوفر لها متطلبات حياتها، والله أعلى وأعلم. هكذا أعزائي متابعي القناة وأحبائي في الله، نكون قد عرضنا عليكم أهم وأبرز تفسيرات ودلالات رؤية الفراولة في المنام، سواء كان منام الفتاة العزباء أو السيدة المتزوجة وأيضا الحامل. عسى أن نكون قد أفدناكم ولو بالقليل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.